اهلا بكم في قناتي. النهارده هنتعلم ازاي نرسم شخصيات كرتونيه. فالنهارده انا اخترت رسمه من مسلسل ذا سيمبسون، فهي عجبتني بصراحه فقررت ارسمها. فهنبدا الاول، هنخطط نعمل كده، نرسم كده، تمام. هدي كده هننزل عادي. هنظبط كل ده في الاخر زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. احنا حاليا بنخطط. نظبط الاول، نحاول نعمل خط مظبوط كده، نطلع حتة كده تبقى حواجب، تمام. لكن نعمل دايرة بتاعت العين، بعد كده هننزل نعدلها. نعمل كده، بنعمل دايرة العين عادي جدا، بعد كده تمام. هنظبط كل ده بردك، هتطلع شبهه بالظبط في الاخر. وعاملين عين وعين تانية، نحاول نسويهم على قد ما نقدر، لو بحيث ما نطولش ده قوي، ونظبطهم يعني. نمسح اللي في النص، تمام. بعد كده المفروض شعره هنظبطه برضو في الاخر، بس ده كتحديد ليه، تمام. وهنكبر العينين دي برضو بس نطلع حلوة، وده هيبقى كده. وهنا هنعمل ودانه، نظبط الوش عشان نخش على رسم الجسم. نحاول نرفع عشان ما تطلعش تخينة زي امبارح. نمسح الزيادات، نعمل المناخير كده، تمام.
بعد كده سبت حتة للودان، صغرها شوية، نعمل الشعر. نظبطها كده، احنا يعتبر خلصنا نهاية الوش. نعمل هندوس عليها عشان نخلص، نمسح في النص. واحدة أكبر من واحد، امسح. بس كده كده يعتبر احنا خلصنا الوش. ايه ننزل دي كده، نقفل تمام عشان نبتدي نرسم التيشيرت. انا هحاول برضو مطولش عليكم في وقت الفيديو عشان ما يبقاش طويل زي المرة اللي فاتت. يعني الحاجات اللي هتبقى مثلا متكررة هقص منهم، يعني هقفل الفيديو وخلصها واجيلكم. هنقوم عاملين مثلا، هنقوم منزلين حتة كده وحتة ايه كده، اللي هو تبقى مثلا كده. نرسم ايد، نظبط الايد. ارخم حاجة الايد، يعني لو لازم تطلع تبقى حلوة ومظبوطة ومش عارفة ايه. نظبط الحتة دي عشان هي تبقى كده اهو بالظبط كده. وهنعمل نفس الايد دي في الجنب التاني وارجع لكم. ودلوقتي احنا رسمنا الايد دي زي دي، ظبطت دي شوية عشان تطلع زي دي بالظبط.
زي ما قلت لكم هرسمها وارجع لكم كده. انا رسمتها زيها، هي مش زيها قوي يعني، بس عشان تطلع ايه حلوه نظبط دي كده. نرسم بقية التيشيرت، نديله مثلا لغاية ان هو مثلا اخره يعني نعمل كده اهو، ونعمل كده نمسح بقى الزيادات دي كلها اللي هو ايه عشان تبقى مظبوطة. وكمان احنا المفروض نخلي الحاجة رفيعة عشان لما نتلون بالقلم الاصفر ما يدخلوش الالوان على بعض ويبقوا لونهم اسود. هنظبط بقى كل اللي بايظ مننا دلوقتي عشان يبقى ناقص التلوين، عشان هنلونها. نعمل ازاي؟ نعمله كده، نعمل كده كده، هنعمل ده كده. هنفضل نملي هنعيد عليهم عشان اللي هو يبقوا مظبوطين بعد التلوين. تمام، هي الايد دي مش شبه الايد دي، هحاول نخليها شبهها دلوقتي لان في فرق رهيب بين دي ودي. وشبهها بس انا مش واخدة بالي، مش عارفة قولوا في التعليقات بقى، مش عارفة. بس هنخليه لغاية ان هو اخره بس كده. نمسح دي عشان ما يبقاش في حاجة. نمسح دي، نعمل خط خفيف ونظبط الوش. المفروض الشعر اللي هو مش باين ان هو شعر خالص انكسر. لازم يبقى تخين كده عشان نعرف نلونه ما يعملش معانا. كده 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 نكون خلصنا رسمها. وعايزه نستخدم الاستيكه الكبيره بس اللي هو تمسح نص الرسمه، نضطر ان احنا نرسمها تاني. فايه افضل نرسم الرسمه دي، الاستيكه الصغيره دي تكون معانا دايما عشان نعرف نرسمها. مش شايفه بعد كده نبدأ بقى ايه التلوين اللي هو اخرنا الخط ده زي ما متفقين. نبدأ بقى نلون. تمام، ودلوقتي بعد ما خلصنا خالص ورحت جبت الالوان عشان نبدأ التلوين، جبت الالوان اللي هحتاجها جهزتها. يعني هنحتاج القلم الاصفر والبرتقاني واصفر في الماستر عشان لون يبان. الاول هنحتاج الاصفر، هنلون الراس باصفر، هلونها وارجع لكم. كده تمام خلصنا، لونتها بلون اصفر خشب واصفر في الماستر. ليه؟ عشان اللون يبقى باين. عشان ايه؟ تقريبا قلب بردك على اسود لان انا لونت القلم الرصاص قبل ما يعمل، ف
هنلون التيشيرت بالقلم البرتقالي، هلونه وارجع لكم. وكده انا خلصته تلوين برتقالي، هلون الايد برضو باصفر، والايد دي عايز تتظبط زي الايد دي هظبطها وانا بلون وارجع لكم. واخيرا خلصت الرسمه، انا عملت ظبطت الايد دي شويه عشان حسيت ان في شكل، ظبطتها ولونتها باصفر فلوماستر وخشب الاثنين عشان تبان اكتر، ولونت دي برتقاني خشب برضو فلوماستر، وفي الاخر خالص دست عليهم بالقلم الرصاص كتحديد ليهم. بس كده اظبط بقى المناخير دي كده مثلا، بس كده كده يعتبر خلصنا الرسمة. وهنمسح بقى اللي هما دولت، ما تكونش اللي هي رخمة، عايز اسيبها عادي سيبها، بس اللي هو ايه شكله وكده. بس كده انا حابه ارسم نصه عادي، اللي عايز يكمل يكمل بقى. بس كده كده احنا خلصنا. و النهارده 10/1/2021. بس كده كده احنا خلصنا. وانا كنت رسمه رسمه تانية برضو زي دي كده بالظبط، بس قبل كده يعني، فهوريها لكم دلوقتي. هي يعني دي اكبر من التانية بكتير، يعني فرق كبير بين دي ودي، يعني فرق رهيب، يعني فرق كبير بين دي، دي صغيرة جدا ودي كبيرة، يعني فرق كبير جدا بمعنى الكلمة. بس زي برضك رسمة امبارح برضو، كان دي الاصلية كبيرة والتانية صغيرة، تفرق كتير. بس وشكرا لكل اللي عمل اشتراك في القناة وعمل كومنتات كتير، شكرا لكم. ولو الفيديو عجبكم اعملوا اشتراك في القناة ولايك، وقولوا رأيكم في كومنت. شكرا.